هل بالفعل النادي الاسماعيلي طلب منك انك تعمل فيديوهات للنادي على تيك توك؟ هم كانوا حابين يدخلوا بقى عالم التيك توك بقى والسوشيال ميديا قوي على التيك توك. وانت ما بتلعبش لان كل كنت الموضوع قال لك نستفيد منه باي حاجه. طب اي كروس طب اي حاجه مفيش ارفع له اوفر على تيك توك ولا. هم كانوا اداره التيك توك كلمتهم ان كل الانديه خد بالك عندها دي حقيقه خلاص بقى الموضوع تيك توك بقى احتراف وبقى فيه فلوس كويسه للانديه من الفيديوهات والكلام ده خد بالك. فهم النادي الاسماعيلي يكلموهم تقريبا في الامارات او حاجه ان هم يبقى ليهم اكونت على التيك توك ويوثقوا الكلام ده. فقال لك نجيب ملك التيك توك يقدم لنا اول فيديو للبيج بتاعتنا على التيك توك. عملت لهم فيديو كده لذيذ كده وفدت كده ما فشت كده هو اتفقت على 250 جنيه بس انا جنيه برضه ضحكوا عليا والله بدري خصموهم من الفازه اللي هي قبلها بسنه لا ما خدتش حاجه طبعا ده حاجه للنادي يعني فعملت لهم الفيديو ونزلوه الفيديو جاب فيوز كتيره وبدا يشتغل اكونت